حذر. تعال محمد ناصر على البركه السفير. الله يبارك عمرك. شكرا اعزائي المشاهدين اعزائي المتسابقين على الحضور الطيب وله غريب منكم. شكرا اللي بيدنا ماجد. وانا بدر في اجيبها يوم الجمعه باذن الله. الله يبيض وجهكم على الحضور وله غريبه منكم. اليتيم له حق علينا وحنا لليتيم فدا على ما قال محمد ناصر السفير عبد الله. سفير معاذ بس انا سد محل. بيض الله وجهك. نعم كلهم انا سفراء. ما ادري عندي. جمعين. تكلمنا على الوقف يا محمد ناصر. اول شيء قدام الوقف الله يبيض وجهك على فقرتك اللي والله العظيم احنا ننتظرها. ولا هي بغريبه عليك ابو عقاب التقديم ذا اللي اكثر من رائع. الشيء الثاني يا عيال ازحوا من الكاميرا. ازحوا. الشيء الثاني وقف الصدقة الجارية في البلد الحرام تابع لجمعية الأهلية المضيلف بقيمة السهم على 150 ريال 150 ريال الصدقة تطفي غضب الرب وإن شاء الله تبارك في رزقك وحلالك ومالك وعيالك يا رب العالمين. نتمنى أن احنا نتصدق ونساهم في تسكير الوقف بإذن الله وإن شاء الله أنه خير لك في الدنيا وشفاعة لك يوم القيامة بإذن الله. بإذن الله جزاك الله خير. وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام اللي موجود في أطهر بقاع الأرض وقام عليه جمعية البر الأهلية بالمضيف. طبعا السهم الواحد 150 ريال 150 ريال والله أنا نعبيها بنزين ونروح نحطها في كافية نروح نشتريها من البقالة نروح نطيرها بأي شيء ما تسوى شيء عندك أنت الشخص ولكن لو دفعتها بهذا الوقت يبقى لك أجر من يوم تدفعها لين يوم القيامة وترى ما يروح على مشروع واحد او على يتيم أو يروح ليتيم اللي هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين سقيا الماء اللي هي من اعظم الاعمال الحسنه وترميم وش اسمه اعانه الارامل ترميم المنازل اعانتهم على عمليات المرضى يساعدونهم بكل شتى يعني المجالات حتى في رمضان مقبلين علينا تروح يا رجال تعتمر تعاين الوقف قدامك مكتمل وانت متصدقين فيه وفيه افطار صائم وفيه شن واجد صدق والله العظيم انها فرصه بالعمر انا اقولها لانك انت الشخص ما تضمن عمرك فرصه يا مال الغنيم اي ما تضمن عمرك ما تدري انت الحين تعدى مقفل على كل حال اي والله اهتمامك انا والوقت والفرصه الله يبيض وجهكم لكن كلمة شكر لك يا ابو عقاب يعني فداك نعم يقول صادق يعني ما خرمت يعني اول يعني تجربه لك في برنامجنا البزنس وبدا الابداع وكل جمعه تجينا فكره جديده اشهد الله انك ما قصرت الله يبيض وجهك اللي وراي لانك انت مبدع افكارك الله يبيض وجهك وما قصرت واشهد الله انك مبدع وقدامك المستقبل قدام كل شيء احنا على ثارك الله يبيض وجهك ودعناكم الله اشوفكم دقيقه لبيك دقيقه يا مخرجنا الرجال بيتكلم تدري اني احبك على الصعيد الشخصي واني احد